ما واجبنا نحو ولاة أمورنا حفظكم الله؟ واجبنا نحو ولاة أمورنا حفظهم الله المناصحة لهم وبيان طريق الخير، والواجب علينا لهم السمع والطاعة بالمعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وواجب علينا أيضا التعاون معهم على جمع الكلمة وعلى قمع المفسدين وعلى حفظ الأمن، لأن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، فنتعاون مع ولاة أمورنا وننصح لهم. من النصح لهم أن نتعاون معهم في إصلاح الأمور وفي ردع المفسدين. نعم.